الرحمن اللي عندهم هي بتدبس رمان، يمكن غريبة شوية بس حطتها طيبة كتير. جربوها خلوكم معا. هلا هيك حطينا عندهم، خلينا نسوي هيك. بنضيف له خلطة الاندومي وشوية تومي إذا حدا بده، بتطلع طيبة كتير كمان. هنحط لها كمان معلقة دبس فليفلة أو دبس بندورة. وبنحط لها كمان دبس الرمان. خليها شوي 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 كيف بتصير لون وتطلع ريحتها كتير طيبة. يمكن هاي أسرع أكلة بالعالم أعتقد، ريحتها بتشمها.